عندما قال بعبارة لم يسبقه أحد قبله، قال الذي قصف السفارة الأمريكية هو عمل إرهابي، وهو يعرف من قصف السفارة الأمريكية. يعني هذا تطور بالناس التي فوق سقف الدولة يكمل أم ينتهي عند التصريح؟ زين، أنا أسألك وأسأل السيد رئيس الوزراء، اللي قصف السفارة الأمريكية إرهابي حسب التصريح، وبنفس اليوم هو عقد اجتماع في قوى الإطار التنسيقي، كان أحد الجالسين أو أكثر من واحد، بس على الأقل واحد من الجالسين بالاجتماع هو طرف منزل تغريدة بيومها يأيد هاي العملية ويعتبرها جهاد، ويعتبر اللي ما يدعم هاي العملية وهذه المقاومة هو متخاذل. طيب شلون إرهابي وانت قاعد وياه باجتماع وانت وياه شريك بالسلطة؟ يعني صديقي حتى أكون واضح وياك، الإرهابي مو بس اللي يطلق صواريخ على السفارة الأمريكية وما توقع على السفارة الأمريكية، الإرهابي اللي قتل هذا المعمم اللي اسمه سيد فاضل المعموري، هذا المعمم الرجل دين خطية بسيارة بحدة مسالم، لا شايل سلاح، لا عدارة الحمايات، لا سيارته مصفحة، يجوز جبناء الغادرين طب 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 ورموا قتلوا. طيب هذا ليش ما نزل موقف من السيد رئيس الوزراء وقال اللي قتلوا؟ لكن تعرضوا معه واعتبروا قبل لا تغادر هاي النقطة، خلي ذاكر بيها مدام انت فتحتها شيء غير. يروح يفتح لي شارع، يروح تخيل هو اكو مشروع مالت ساحة النسور، الحد الآن أنا يمكن شايفة 3 مرات يزور هذا المشروع. وليش المتابعة مهمة؟ هذا المشروع حتى وزير الإسكان، بس أوضح هذا بشرف ربك، هذا حتى وزير الإسكان المفروض ما يزوره، لأن هو مسألة تتعلق ببلدية المنصور، يعني مجلس بلدي مال المنصور. يا أستاذ يا أستاذ غيث خليني أكون أيضا أمثل الآخر بغيابه. يعني مثلا هذه الزيارات اسبابها يقدم لك يقول لك يابا ماكو مؤسسات دوله قلبها محترق على ان تعمل، المشكله هنالك تقارير مغلوطه وواحد يضم الواحد، خليني اركب سيارتي واروح اشوف، حتى الوليدات من يجون يسولفون علي يقولوا لي شايف لو بتلمس، اقول لهم شايف. والعراق سقط بال 2014 على يد داعش، لأن السيد القائد العام للقوات المسلحة الله يطول عمره كل المعلومات كانت تجي غلط، وبحياته ما شايف الموصل، وهاي النكبة والدرس الذي يجب أن يتم الاستفادة منه. ياهو الأهم الحقيقة. أستاذ جيد، ياهو الأهم دستوريا بحسب سلطة رئيس مجلس وزراء اتحادي هو أن يزور فلكة مدري شارع بيزدحام 3 مرات، لو يبني مؤسسات في الصخر من قصفوها الأمريكان شنو هو البيها، لو يروح يشوف سليمانية اللي قصفت شنو بيها، يروح يشوف سنجارش بيها، وهذا تساؤل المشروع الحدودية، والله يشوف... بس خلي أكمل فكرتي يا معود، يروح يشوف الموانئ بروح الحسين يا معود اعطيني مجال، يروح يشوف للمصارف، يشوف لمزاد العملة، يروح يشوف للموانئ، يروح يشوف المطارات. ليش الدولة العراقية من دون العالم، الخطوط الجوية العراقية تأسست بالعراق قبل لا تتأسس دول سيد غيث. انتهى الوقت. الآن العراق ممنوعة الخطوط الجوية تطب لأوروبا، هاي اللي المفروض يروح يشوفها.